عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار. شكرا الأخ عبد الرحمن. بدوري كنتوجه للأمة الإسلامية باش نبارك لها هذا العواشر وعيد الأضحى المبارك. وقبل ما نعلق على هذا الروبورتاج اللي داز، نبغي نتوجه بواحد النداء. احتفل العالم أمس باليوم العالمي للسلام، نتمنى أنه يكون فرصة ليتدارك العالم هاد المطبات اللي احنا الآن كنعيشوها واللي هاد الحروب، ويكون مناسبة أيضا لتذكير العالم بما يقع في القدس الشريف. من خلال التعليقات أو من خلال الآراء التي استمعنا إليها في هذا الربورتاج اللي داز الآن، كنشوف ثلاثة ديال الحوايج تكررت ثلاثة المرات: المعقول والأخلاق والمصلحة واحترام البرنامج واحترام الوعود. ومن خلال هذا الشيء اللي تكرر في هذا الروبورتاج، كتبان بأن انتظارات المواطن هي انتظارات بسيطة، انتظارات معقولة وقابلة للتحقيق. إذن الكرة الآن في ملعب هؤلاء اللي صوتوا عليهم الناس، هؤلاء اللي طلعوا واللي تم نجاحهم في هذا أيضا كاين هناك إيمان عميق بالمسار اللي اخترته بلادنا. وما خصناش بكل صراحة هذه النخبة السياسية ما خصهاش تخذل المواطن اللي مشى صوت ومشى صوت بكثافة، لأنه ماشي سهل أننا نوصلوا النسبة ديال 53% ديال الناس اللي مشات تصوت. شكرا لك. مرحبا أيضا السيد سمير بالفقيه، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. شكرا الأخ عبد الرحمن على الاستضافة، وبدوري أهني جميع المغاربة بعيد الأضحى المبارك، كنت منو يدخلوا على الجميع باليوم الخير قبل ما نعطي تقييم ديال الحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أنتمي إليه حول النتائج ديال هذه الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، لابد من الإشادة بالدور اللي قامت به السلطة. يعني بغينا ولا كرهنا، قامت واحد الدور جد إيجابي في تدبير مرحلة الانتخابات. وكنقول إيجابي لأن حتى في بعض اللحظات اللي كانت كتوصلنا شكايات من طرف بعض المنتخبين ديال الحزب في مناطق نائية، كانت مراسلة تتم وكانت كتتم الاستجابة إذا كان عندنا خطأ، إذا كنا على صواب كتقولنا على صواب، كنا على خطأ كان. إذن التدخل في حينه كان الحياد كان. إذن تحية إلى السلطات اللي كانت مشرفة على هذه الانتخابات. بالنسبة للحزب التجمع الوطني الأحرار، حاول يدبر هذه الانتخابات بما أوتيها، حاول يقدم نخبة من مناضليه اللي كان كيتوسم فيهم أن الصدق والصدق مع المواطن والقرب منه والنزاهة. توفقنا في أحيان كثيرة وخفقنا في بعض اللحظات اللي هي قليلة. بالنسبة للمكانة ديالنا، يعني هي مكانة لا بأس بها، مشرفة للحزب، مشرفة للعمل ديالو. ما بقينا في الأربع الأوائل كيف كنا في سنة 2009، يعني هو لا بأس بها. يعني الحزب يعتبر أن هذه النتيجة لا بأس بها، وإن كانت غير الطموح اللي كنا كنسعوا ليه. شنو سبب الإخفاقات اللي تحدثتي عليها؟ أنا كما قلت أن كاين في بعض اللحظات في اختيار بعض الأشخاص اللي ما كانش في كانت ثقة ديال الحزب فيهم، ولكن للأسف الشديد الاختيار كان غير صائبا. ولكن هذه يعني جزئية ماشي هي اللي كتغطي الكل، بل بصفة عامة اختيارات الحزب في مرشحيه كانت اختيارات موفقة، إلا هذه القلة القليلة التي نسبت لها هذا الجزء ديال الإخفاق. الحزب أيضا في يعني بالنسبة للمرشحين ديالو كانوا صادقين مع المواطنين، ما عطاوش وعود اللي ما يمكنش ما تحققش. استطعنا بفضل أننا نربحوا بعض المناطق اللي ما كانش عندنا فيها أصلا وجود، وخسرنا بعض المناطق اللي كان عندنا فيها وجود. هذه العملية السياسية، العملية السياسية ما فيهاش رابح مطلق وما فيهاش خاسر مطلق، بل تبادل ديال الأدوار ما بين هذا الحزب وذاك، وهذا ما حدث في هذه الانتخابات. وكنعاود نقول بأن بكل صراحة أنا كتجيني أن الأحزاب، خصوصا الأحزاب الكبرى، الأحزاب الوطنية، الأحزاب التي تمارس الديمقراطية داخل أجهزتها، فازت وكلها فائزة، والفائز الأكبر هو المغرب. نعم. سي سمير، قلت بأن المواطنين بوؤكم المراتب مشرفة، وهي المرتبة الأولى يعني من ناحية المجالس، من ناحية الأصوات كذلك. يعني لكن البعض يرى انه حزب الأصالة والمعاصرة فاز بهذه الاصوات وبهذه المجالس، خاصه في العالم القروي، ماشي ما
ما ربحتوش المدن الكبرى اللي خدا حزب العداله والاختلالات. حزب احرار توجهت له عده انتقادات بخصوص التحالفات اللي عقدها عقب نتائج هذه الانتخابات. نبغي نقول اولا في البدايه باننا اليوم كنا امام واحد الواقع الكل ساهم فيه في النجاح ديالو، سواء كنا في اغلبيه او في معارضه، وعلى راس هاد الجميع هو صاحب الجلاله اللي اختار واحد اختار منهج الديمقراطيه والتعدديه، هذا المنهج اللي لا رجعه فيه. بغينا بلادنا نمشيو بها للقدام، وباش نمشيو للقدام راه ضروري من وضع اليد في اليد، سواء كنا اغلبيه او معارضه، لان هذه المعارضه اللي هي اليوم في المعارضه غدا يمكن تكون في الاغلبيه، والاغلبيه يمكن تكون غدا في المعارضه. اذا لابد من ان يكون عندنا هذا المستوى ديال الرقي في الحوار، هذا المستوى ديال الرقي في تقبل الاخر، هذا المستوى ديال الرقي في النقاش، وبركه من تبادل الاتهامات ما بين هذا التيار او ذاك، لاننا في الاخر كنا احنا شكون؟ وجايين من المريخ، راه كنا مغاربه وكنتميو لهذا الوطن، كلنا كنحملوا صفات مغربي، ما عندناش صفة أخرى. إذا ما اللي كيجرى داخل هذه البلاد كيهمنا بالدرجة الأولى. نبغي نهضر على التجمع الوطني الأحرار وبلغة الأرقام. قلت قبيلة بأننا النتيجة اللي حققها التجمع الوطني الأحرار لا بأس بها، استطعنا نحصلوا على 870 ألف صوت، يعني بزيادة بسيطة على الانتخابات ديال 2009. عندنا دابا حاليا أكثر من 5000 مستشار، بزيادة ديال 50 رئاسة ديال الجماعة، حصلنا على جوج الجهات، رغم أن كنت صرحت في برنامج قبل ان طموحنا كان اكبر من هذا. الحزب ايضا كان انه كان كيتمنى ان تكون مرأة على راس جهه، وهي الاخت مباركه بوعيده، وهي اللي اعتذرت، ماشي الحزب ما رشحهاش، هي اللي اعتذرت باش ما ترشحش ايضا. وهذا كنظن ان كنا كنتساو فيه، ماشي غير الحزب ديال الاصاله والمعاصره، ولكن كل الاحزاب كتساهم تدبير التحالفات. كيفاش؟ لا كنهضر على النساء، التواجد ديال النساء ايضا، لان اللائحه كانت على الاقل كتضمن 27%، فما فوق 27% هو اجتهاد ديال الاحزاب، تحت من 27% هو ديال القانون. نعم. 27% هي تدبير التحالفات. واش كان تدبير ديال التحالفات؟ القرار الحزبي المركزي، القرار الحزبي وقرار قياده الحزب كان ان الاسبقيه للاغلبيه، الا في بعض المناطق اللي كانت نظرا لظروف معينه، وهذا راه واقع ما عاشوش غير التجمع الوطني الاحرار. اعتقد ان كل الاحزاب بما فيها، لا سواء داخل الاغلبيه او داخل المعارضه، كنلقاو تحالفات من هنا في جوج ديال النماذج في هذا الاطار، هو الدار البيضاء منصف بالخياط وتطوان. كنهضر على بالنسبه ديال ما غنجبدش الاسماء، ولكن داخل اللي كانوا الحالات منصف، اعتقد ان منصف ان القرار ديال منصف، واؤكد على كان قرار فردي، بدليل ان قياده المكتب السياسي كان اجتماع قبل من العملية التصويت بأسبوع، والقرار اتخاد على أساس أننا نمشيو في إطار الأغلبية، رغم أن الصوت ديال منصف ما كانش لا أعتقد أنه كان غادي يغير النتيجة. الآن داخل قيادة الحزب تم تشكيل لجنة لبحث، يترأس هذه اللجنة السيد الرئيس صلاح الدين مزوار، لبحث هذه الاختلالات وهذه الانفلات، لان ما كانش اسميه انفلات لضوابط الحزب لقرارات الحزب. ولكن السي منصف تيقول بان تلقى الضوء الاخضر من القياده ديال او تكلم على الاقل مع السي منصف بالخياط، مع كامل الاحترام الذي اكنه له، له الحق في ان يقول ما يريده، ولكن قياده الحزب تقول شيئا اخر، المكتب السياسي للحزب يقول شيئا اخر، تقارير الحزب تقول شيئا اخر، بيانات الحزب المتتاليه التي صدرت في هذيك الايام كلها تقول شيئا اخر، ما حدث اثناء التصويت يقول شيئا اخر. اذا ما نبقاوش هذه فلتات، كنقول وقعات داخل التجمع الوطني الاحرار، وليس التجمع الوطني الاحرار هو الحزب الوحيد الذي حصلت فيه هاد ما بين قوم الفلتات، احزاب اخرى تعرضت، بدليل انك قلت لك ان كاين بعض المناطق كتلقى ان حزب، انا لن اذكر الاحزاب، ولكن حزب من الاغلبيه تحالف مع حزب من المعارضه باش يدي الجماعه او البلديه، او العكس حزب من المعارضه تحالف مع حزب من الاغلبيه باش يدي المعارضه. هذه مساله وقعات، كاين ايضا خصوصيات في بعض الاماكن اللي بعض الاحزاب ما قدرتش تتحكم فيها، ما قدرتش تتحكم في او انها في التوجيه المناضل ديالها او المسؤول الحزبي في ذلك المكان. ولهذا السبب تم خلق لجنه داخل حزب تجمع الوطن الاحرار يترأسها السيد صلاح الدين مزوار، من اجل البحث في كل هذه الاختلالات التي عرفتها هذه المرحله، و
لاتخاذ ما يجب أن يتأخذ في مثل هذه الحالات؟ نفس الخصوص التحالفات كيفاش ضب الحقيقه ما عندكش بخصوص التحالفات باش انت قلب قات نمشي في نفس الاطار ديال سي عبد الله، غير غنقول بان لابد من الارتقاء الى مستوى المواطنين بكل صراحه، وكل الفاعلين السياسيين او جل الفاعلين السياسيين كانوا متخوفين نظرا لما يشاع وما يكتب على السياسي وعلى الفاعل السياسي، لا سواء في الصحف او في تبخيس العمل السياسي. هذه المده الاخيره بقينا كنشوفوا غير كاين تبخيس للعمل السياسي على مستوى المؤسسه التشريعيه او مستوى المؤسسه التنفيذيه او في اي مجال كاين تبخيس للعمل السياسي، وكان تخوف ديالنا كطبقه سياسيه ان ربما المشاركه غادي تكون اقل نسبه يمكن يشهدها المغرب في حياته. الحمد لله بين لنا هذا المواطن عن وعي كبير ومشى كيصوت، وبدليل اننا وصلنا ل 53%، رغم ان ما زلت كنقول بان ضروري نبحثوا في هذيك 47 الاسباب اللي ما خلاتهاش تمشي تصوت. بكل صراحه هذه اول تجربه ديالنا في الجهات بعد دستور 2011 اللي صوتوا عليه كل المغاربه وامنوا بكل البنود اللي جات فيه وشاركوا فيه مشاركه باش جابت الصيغه اللي اذا هذه التجربه اللي كيعيشها المغرب الان وعاشها سواء على مستوى الجهات او مستوى الجماعات، واخص بالذكر الجهات، هي تجربه في البدايه ديالها. هذه التجربه وككل تجربه وككل تجربه في اي مجال في اي بلد يسعى الى الديمقراطيه عندها النواقص ديالها وعندها الايجابيات ديالها. من النواقص هي هذه الاختلالات اللي شفناها في التصويت، ما بقيناش كنعرفوا شكون الاغلبيه مع فين الاغلبيه وفين المعارضه في واحد مجموعه ديال المناطق. صحيح ان كاين جهه اللي كانت اصلا المعارضه ودتها الاغلبيه وكاين جهه اللي كانت الاغلبيه ودتها المعارضه. هذه الاختلالات اللي خصنا نبحثوا فيها شكون السبب فيها، ما بين قوسين الناخب الاكبر الكبير او المصوت الناخب الكبير شكون السبب فيها، هذاك المواطن اللي اعطى صوته او هذاك الناخب اللي اعطى صوته للناخب الاخر. اذا هذه المواضيع اللي خصنا استخلاص الدروس من فهم كل تجربه، في كل تجربه لابد من الوقوف والتروي من اجل استخلاص الدروس بدون اننا نبقاو نتقادفوا بعضياتنا لا انت انت لا نرتفعوا ونمشيو لهذا المواطن راه يعني بكل صراحه عيا من هذا الصراع ديال الطبقه السياسيه، راه ما يمكنش نتقدموا سواء كنا في اغلبيه، هذه الاغلبيه اللي ربما غدا تحول معارضه او كنا في معارضه، هذه المعارضه اللي ممكن انها تحول الى اغلبيه، لابد من ان يكون الهدف ديالنا هو بناء المغرب الديمقراطي، المغرب الذي يؤمن بقيم الحداثه والديمقراطيه وبالتعدديه. خصوص مجلس المستشاري نعم الى اي مدى يمكن ان يعكس نتائج الانتخابات وكيف يجب ان يكون في صياغته الجديده؟ نتمنى انها تعكس هذه النتائج ديال مجلس المستشاري، نتمنى انها تعكس نتائج الانتخابات الجماعيه لانها هذا هو المفروض، ونتمنى ايضا ان التمثيليه داخل مجلس المستشارين تكون متنوعه وكتمثل حقيقه الشعب المغربي. وقبل ما نختم، المواطن عبر على الراي دياله، الان الكره في ملعب الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية وبدون استثناء يجب أن ترقى إلى مستوى هذا المواطن، يجب أن تفهم الرسالة اللي صيفتها له في هذه الانتخابات، يا إما هذه الأحزاب وأتكلم عن